شيخنا السؤال كانت سائله بتسال بتقول ان هي بتحب مشاهده قناه مكملين ولكن زوجها بيمنعها وبيقول ان هذه قناه خوارج، فما هو ردكم؟ قناه خوارج؟ اي نعم. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا طبعا كلام باطل، كلام باطل. الخوارج لهم علامات ولهم صفات، من بين هذه الصفات تكفير اصحاب المعاصي، تكفير اصحاب المعاصي. المعصية أي إنسان يقع في أي معصية كافر، وليس هذا من نهج القناة، وليس هذا من نهج القائمين عليها ولا ضيوفها. من صفات وسمات الخوارج وعلاماتهم أنهم يقولون بتخليد العصاة في النار، تخليد العصاة غير الكافرين في النار، ولا يقول بذلك قائل من هذه القناة لا إدارتها ولا العمل فيها ولا ضيوفها. من عقائد الخوارج القول بأن القرآن الكريم مخلوق، مخلوق، لأن القرآن الكريم مخلوق، وليس هذا في عقيدة أحد من أهل هذه القناة ولا الجهاز الإداري ولا الجهاز الفني ولا ضيوفها. من عقائد الخوارج التبرؤ من سيدنا علي والحكم بكفره، وكذلك سيدنا عثمان ومعاوية، ولا يقول بذلك قائل من إدارة القناة ولا ضيوفها. من عقائد الخوارج التبرؤ من كثير من الصحابة، التبرؤ من كثير من الصحابة، ولا يوجد أحد في هذه القناة لا جهاز الإداري ولا الفني ولا ضيوفها يقول بذلك. من منهج وسمات وعلامات الخوارج الخروج المسلح، الخروج المسلح على الإمام الشرعي الذي يحكم بكتاب الله ويحكم بسنة رسول الله، ولا يقول بذلك قائل من إدارة هذه القناة ولا فنيها ولا ضيوفها وهكذا. وثم من 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 علامات الخوارج استحلال دماء المسلمين وأموالهم، استحلال يعني دماء المسلمين يعني مدنيين أو عسكريين، استحلال أموالهم، ولا يقول بذلك قائل من الجهاز الإداري والفني في هذه القناة ولا ضيوفها بحمل الأحوال. فهذه اتهامة باطلة، ويعني الأولى بها قائلها كما قيل وألقت ما فيها وتخلت، يعني رمتني بدائها وانسلت، يعني هذا قول لا دليل عليه. والدعاوى إذا لم يقم عليها أصحاب وبينات فهم أدعياء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة على من ادعى، فإذا لم يأتي ببينة فهو كاذب. نعم. أي نعم.